لو رحتوا فرنسا في باريس هتلاقوا شانزليزيه، ولو كنتوا في هوليوود هتلاقوا بيفري هيل، لكن هنا في دبي محمد بن راشد بوليفارد هنلاقي معظم المطاعم موجوده فيه، مش بعيد عن برج خليفه، موجود في داون تاون دبي. في مطاعم كتيره، لكن احنا هنروح فين؟ هناخدكم مصر، بس مش مصر مصر، لا، مش بعيد عن هنا في منطقه او مدينه اسمها وافي سيتي. في وافي سيتي موجود فندق اسمه رافلز، في مطاعم مميزه وهيكون حلقه مميزه، تعالوا نبتديها مع بعض في الرافلز هنا في دبي. الدور الثالث من فندق رافلز بنيين حديقه كبيره، الحديقه دي فيها ورد، فيها اعشاب، نافوره وميه وجلسه ممكن يتقعد فيها. هناخد جزء من الحديقه ديت وهنطلب من الشيف يعمل لنا بعض المشاوي العربيه. عندنا الكفته باللحمه الضاني جريل، مكونات فلفل احمر، بصل، ميكس ناتس، كاجو، لوز، سنيبر، بقدونس، قرفة، نخلطهم مع بعض يطلع بالشكل ده. تاني الريش اللحمة الضاني مع بيف الكباب، عصير بصل، زيت ذرة، شطة حلبية، فلفل أسمر مجروش. برضو الريش اللحمة الضاني نفس الشيء، نفس التربيلة. شيش طاووق، صدور فراخ، زبادي، لبن، عصير ليمون، زيت ذرة، كاتشب، شطة حلبية، ثوم مفروم، فلفل أسمر مجروش. الميكس جريل مع الحمص مع الطحينة صوص. مرحبا، دلوقتي احنا هنعمل المأكولات البحرية، استاكوزا فريش، حمور، جمبري، التتبيلة عندنا نتبل بالزعفران، كمون، فلفل أسمر.
هنجهز دلوقتي الفتوش، عصير ليمون، زيت زيتون، الملح، سماق بودر، دبس رمان. طماطم تشيري للجرنش، الليمون والصلصة الحارة، مأكولات بحرية مع سلطة الفتوش والصلصة الحارة. دلوقتي عندنا طريقتين للتشيكن. هنعمل واحدة فروج مسحب على الفحم، وهنعمل الطريقة الثانية شاورما ساندوتش هنلفها. أول طريقة هنعمل الفراخ الكاملة، التتبيلة بتاعتها عصير ليمون، عصير مية بصل، معنا الملح، فلفل أسمر، عصير البصل، عصير الليمون، زيت ذرة، ثوم مفروم، تايم فريش مفروم برضو، قلبها كويس. طبعا المفروض مارينيشن تقعد يعني ساعة. نعمل التتبيلة بتاعت الشاورما، زبادي، خل أحمر، عصير ليمون، وفلفل أسمر مجروش، وملح. ده السندوتش الشاورما بالشكل ده. هنحط شوية جارليك، تومية، تحط شوية تومية مع خس مفروم، مع طماطم. الشاورما بالشكل كده، نقطعها بنفرمها عشان تبقى سهلة في الساندوتش. نحطها طبعا على الجريلا تاني. بيبي تشيكن فروج. سندوتش الشاورما مع البندورة والخيار. ده هنا طريقتين للفراخ، فراخ مسحب على الفحم
وساندوتش شاورما بالفراخ مع الخضار. دلوقتي احنا في فندق الرافلز، والاكل اكيد في كل الفنادق موجود وفي كل المطاعم موجود، لكن جزء مخصص للاكل الصحي ده كان اقتراح شيف توماس. قال عايزين اعمل لكم بعض الوجبات او الاكلات الصحيه اللي ممكن تلاقوها هنا او تعملوها بنفسكم. او just saying that we are here at the Raffles, there is food everywhere, but what you choose and picked up is a healthy food, so you're gonna do something healthy. Exactly. Chef, welcome to Raffles. Thank you. I'm going to be preparing a set of light dishes this afternoon. Okay. Something you can eat and feel good about. Okay, so I can eat and feel good. Yeah. يبقى اهم حاجه هتاكلوا وتبقوا حاسين كويس ان انتوا مش حاسين بانكم عملتوا حاجه غلط. Like what, chef? Okay, so we're going to prepare a ceviche. Okay. Which is originally from South America. Okay. We're going to pair it with a Spanish chilled tomato soup, gazpacho. Okay. Go ahead, chef. Okay, thank you. يبقى الشيف اختار لنا حاجة قال إنها هتبقى حاجة من جنوب من أمريكا الجنوبية، وفي نفس الوقت اللي هي تكون بحريات سمك ومعها شوربة، والشوربة أسباني، فالاتنين يعني عليهم يعني بيكون طعم اللي هو مش محتاج طبخ. So both they don't need to be cooked. الشيف هنا اختار سمك وجمبري او روبيان. الفكره فيهم انهم مش محتاجين يطبخوا، هيبقوا تتبيله. فالسمك بياخده يشيل منه العض. You're gonna keep the skin with the fish or without the fish? I will just slice it with the skin, but I will actually not cut through. I will just slice the meat. يبقى اذا هو هياخد السمك من غير الجلد، وفي نفس الوقت هيستعمل الجمبري. والاثنين ما بيحتاجوش يعني الطبق، حتى الشوربه مش بيحتاج طبخ، الاثنين بيكونوا معمولين متبلين. فكرة الجاسباتشو هي طماطم بيجيبها بيقشرها بيشيل القشر منها، ونفس الشيء بتتبل، يعني الخضرة بتاعت الطماطم تبقى محتاج انها تتقطع وتتحط وتتبل قبلها بيوم. تملي اختار طماطم تكون طرية او فيها عصير. يبقى الشيف دلوقتي بعد ما جهز الشوربه وسابها تتنقع قبلها بيوم بيزين بخيار كرفس وطماطم. الطماطم بيشيل منها البذر وبيشيل القشره وبياخد بس الجزء اللي ما بينهم اللي هو اللحمه اللي ما بينهم، وبيعمل الكرفس بحيث انه يتقطع حتت رفيعه، واكيد بيكون مقشره برده عشان ما يبقاش فيها الالياف اللي موجوده فيه. دلوقتي جاهز
طبق السمك اللي هي البحريات، وبعدين هيضرب الشوربة اللي هي الباردة، ويتأكد ان كل المكونات محطوطة، محطوط منها شوية من الطماطم، شوية من الكرفس، من الخبز، وكمان الصلصة نفسها والفلفل. بعد كده الشيف بعد ما بيجيب الشوربة بيصفيها، تخلص من اي، اذا كان خصوصا لما بيبقى فيه كرفس بيبقى فيها التفل جوه او الالياف اللي موجوده في الكرفس، فبالتالي بيتخلص منها على اساس تبقى الشوربه سايله. يبقى احنا مع الوحي الصحي اللي هو قاله لنا شيف توماس، وممكن مع يوم في النادي الصحي والاكل اللي قاله ان احنا بناكله وما نحسش بذنب ان احنا كناه، عمل لنا البحريات مع الشوربه، ودلوقتي عمل لنا حاجه تانية مختلفه واحنا بره في الدور الثالث هنا في الرافض. So what we're gonna have that we won't feel guilty after we eat. Okay, so we have one of our signature dishes. It's inspired by the ingredients from this region. There is feta cheese, we have some grilled eggplant, grilled peppers, some watermelon. Very delicate balance of vegetables and fruit. Okay, go ahead. يبقى أصلاً من وحي المكان هنا هو فلفل مشوي، بتنجان مشوي، وبطيخ. هيبقى دول معهم جبنة بيضة، ودوت هيكون الفكرة في الطبق اللي شيف توماس هيقدمه. بيجيب الفلفل يشويه، وبعد كده بيشيل القشره منهم على اساس هياخدها هي ويقطعها تبقى قطع صغيره. ونفس الشيء بالنسبه للبتنجان، بعد ما بيشويه بيشيل القشر ويقطعه حتت صغيره. يبقى من وحي المنطقة الشيف قطع البتنجان بعد ما شواه، كنا نعمل متبل أو بابا غنوج، وقطع الفلفل برضو بعد ما اتشوى وتحط عليه شوية من الأعشاب واختار كزبرة. بعد كده يبتدي يحط المكونات مع بعض، شوية ملح صغيرين ومعاهم زيت زيتون، and then we have some grilled zucchini here also. Okay. Or you can use also marrow, the local marrow. يبقى ممكن كوسة مشوية وجبنة بالأعشاب، جبنة بيضة بالأعشاب. الشيف جاب البطيخ وحطه من تحت فوقيه الكوسة الملفوفة مع الجبنة الفتة ومعاهم الأعشاب، وبعد كده حط البتنجان اللي هو كان مشوي وحط عليه شوية زيت زيتون وملح، مش أكتر من كده، فلفل مشوي مع شوية أعشاب، ملح ومعاهم زيت زيتون، طبق بسيط صحي زي ما قال، تاكلوه مش هتحسوا بالذنب بعد ما تاكلوه.
فاير اند ايس ده اسم المكان اللي احنا فيه، يعني نار وتلج. نار وتلج لان الاكل اللي بيتقدم فيه بارد وسخن، لكن في نفس الوقت اللي احنا شايفين الجو بتاع المطعم العام موجود فيه نار، واكيد هيبقى فيه حاجات على الشوايه، وده اللي بيميز المطعم هنا. هنشوف هنا شيف كنول ايه اللي هيعمله معانا النهارده ويقدم لنا ايه. هيقدم لنا نبتدي بالحاجات البارده ونشوف. سو ناو وي جونا ستارت وذ ذا ايس، وي جونا دو ذا كولد فود فيرست. يس. What we're going to have, Chef? Today we are going to make a lobster and mango salad. Okay. So for that we have Canadian lobster here. Okay. We have some fresh mangoes, avocado, some lemon. We also have some shallots that have been chopped, some fresh frise, some tomato concasse here, and we also prepped some avocado puree. Okay. We have some diced mangoes, freshly chopped parsley. And the lobster, we've already pre-cooked here. It's already been steamed. We have some basil oil. That's nice, a lot of nice components. Yes, very fresh components here. We've got some fresh parsnip cress. We've got some nice fresh baby basil cress here as well. Let's see if I remember all what you said. بالنسبة للشيف قال لنا يعمل لنا معانا طبق من السلطة، سلطة هتكون من الاستاكوزا ومعاها مانجا. الفكرة فيها ان هو جاب استاكوزا صحية طازة بتتسلق على خفيف، وبعد كده بيحط المانجا بيقطعها قطع صغيرة، عصير ليمون، ومعاهم بصل صغير، بقدونس، طماطم متقطعة، وبيحط مع دوت افوكاتو مهروس. وهنشوف الشيف عاملها ازاي. شويه قطع من المانجا الطازه متقطعين مكعبات، معاهم ريحان، وشويه من الافوكاتو اللي عامله بوريه مع شويه ليمون. بتكون ديت you make a small swipe with the puree. تزيين بيزين بيها، واخر حاجه يحط شويه من السلطه ويزينهم مع شويه ريحان بالزيت، يبقى الريحان اللي هو مضروب في زيت الزيتون. اخر لمسه شيف بيحطها، اخر لمسه بيحط شويه من الملح الخشن، شويه من زيت الزيتون مع الريحان، ويبقى عندنا طبق من فاير اند ايس. يبقى نبتدي هنا بالبارد الاول اللي هو طبق السلطه مانجا مع استاكوزا. لسه احنا في فاير اند ايس اللي هو مطعم موجود في رافل في الدور الثالث، والاكل فيه مش ستيك بس، لا بيقدم حاجات تانية. واكيد قبل ما ناكل الطبق الرئيسي بناكل طبق جانبي او بناكل طبق بدايه. طبق البدايه اللي هيبتدي بيه هيعمل لحمه بس مختلفه شويه. نسال الشيف كانو هيعملها ازاي. شيف، what you gonna have? I said you gonna have meat, but this is different. Gonna be an appetizer. Yes, we have a hot appetizer. It's called air dried beef croquette. الشيف جايب نوع من انواع اللحمه اللي هي الجافه، بيجيبها وبيفرمها ناعم، وبيستعمل الجبنه الجبنه الماعز، بيحطها ويحطها بيخلطهم على بعض، ويحط عليهم شويه بابريكا، يحطها في الفريزر لغايه لما تجمد، يطلعها يعملها زي راس، يحطها في دقيق، بيض، وبعدين بقسماط، على اساس دي تبدا تتقلي، وهتبقى الفكره فيها اللي هي زي ما قلنا اللي هو كوركيت، يعني هتبقى لحمه كوركيت، فلحمه كميه بسيطه والجبنه فيها اللي هي الكميه الكبيره، فحاجه مختلفه يعني. موجود جنب لو انت تاكله الطبق الرئيسي سمك ولا طيور، ممكن يكون في جزء من اللحمه في الطبق البدائي. After this is done we leave it in the freezer to set.
دلوقتي الشيف عامل لنا الطبق، جايب شويه خضار متقطع رفيع جامد جدا مطبوخ زي فكره التورلي، وبعدين جايب بطاطا مطحونه بوريه، وهيحط معاهم شويه من الفجل، شويه من الخل البلسميك، وبيحط مع دول تين، نوعين تين، تين اللي هي المربى عاملها زي معجون وحاططها في قلب كيس، وتين تاني متقطع طازه وهيستعمله. فالاول هبتدي بالمعجون البطاطا، هحط شويه خل بلسميك على التورلي اللي هي نوع السلطه اللي هستعملها، يعني خضار مستوي بس مش متبل، معلوش بهارات، معلوش طماطم، على اساس هيستعمله كطبق جانبي. وبالمناسبه اللي استعملها ديت زي من عيله الكوسه او القرع، مش بطاطا اللي هو حطها بوري. You take the ratatouille vegetables and we mix with some balsamic. دوبك نسبة اللحمة فيها صغيرة، معظمها جبنة، توليفة مع التين محطوط تبقى حاجة مسكرة، حاجة مالحة، واللحمة من جوه فيها الجبنة مقلية تبقى سخنة، وكمان السلطة اتقدمت باردة. فاير اند ايس اسم المطعم، يعني حاجات بارده وحاجات سخنه، وده اللي بيقدمه الشيف. الطبق اللي قدمه قبل كده كان عباره عن لحمه دافيه اللي هي كانت كروكيت، والسلطه كانت بارده. So now with fire and ice we're going to have another appetizer that we're going to be cold and hot at the same time. Yes, at the same time. What we're going to have? We're going to have an organic smoked salmon which we smoke in house along with a potato terrine with seaweed and some sour cream. So that we're going to plate now. يبقى الشيف هيعمل لنا هنا جايب البطس قطعها حتت صغيره، حاطط معاها اللي هي الاعشاب البحريه، حاططهم رقات اللي هم الرقات ديت هيسويهم على النار، في نفس الوقت هيقدم معاهم سلمون اللي هو سلمون مدخن. الطبق الشيف هيقدمه بيجيب اللي هي الكريمه الفلاحي اللي هي الساور كريم، يعني كريمه حامضه او طعمها بيبقى ميز شويه، بيخلطها مع شوية مايونيز، وبعدين بيجيب السلمون المدخن بيحط عليه شوية من الطرخون، ويبتدي يغرف الطبق عبال ما البطاطس بتكون استوت مع الأعشاب البحرية اللي هي بتبقى رقات، محطوطة رقات. دلوقتي هناخد الطبق الرئيسي. الطبق الرئيسي هيكون عبارة عن اختيارات من اللحوم، لحم ضاني، لحم بقري، دجاج، وكمان هيكون في بحريات. لما بنيجي بتقدم معها أنواع مختلفة من الماستر، وبتقدم معها زي الهورس راديش وأنواع خبز وتوم، بيبقى في الفرن على أساس دوت يتاخد، ممكن تحطوه على الخبز أو على اللحوم. لكن خلينا نشوف الشيف هيقدم لنا إيه. So this one, it's one of the famous blade. Yes. And what it is, what does it have? It's called the Fire and Ice Mixed Grill. Okay. Basically, it's got all the selection of meats that we have. So starting from the Wagyu strip loin, we have the Irish fillet, we have the Wagyu 8 fillet, we have the Angus fillet, we have the strip loin, Irish strip loin, we have the Irish lamb rack, we have a corn-fed chicken, we have some fresh seafood, the Canadian lobster, which is freshly cut. We have the line caught sea bass. We have the lock fine salmon here.
and some fresh cold water prawns. Go ahead. زي ما الشيف قال لنا هي مشويات مشكلة، فالمشويات المشكلة هيكون فيها دجاج زائد اللحوم، فهيبقى فيها كل حاجة في الطبق. وانتوا قاعدين هنا بتشوفوا النار وبيبتدي يشوي الاطباق دي. بعد ما شيف كونال شوى المشاوي عمل البحريات، ودلوقتي جاي باللحمه على اساس ان كل دول هيبقوا في طبق واحد. يبقى حط نوت اللحمه اللي هي البقري عباره عن ستيك فيليه ونوع تاني من الاسماك او البحريات، قطع الظهر الضاني لقطعتين على اساس كل دول هيبقى مشاوي مشكله في طبق واحد. So that's your signature dish over here. Yes, now we'll plate it up. والشيف طبعا ما نسيش لو في حد ما بياكلش اسماك ولا لحوم ولا طيور، حط شويه سلطه صغيرين من الشمر وكام قطع معجنات عباره عن فطائر صغيره من اللسان البقري. في مطعم فاير اند ايس شيف كونال ابتدى معانا وعمل اطباق فيها السخن والبارد. عمل معانا رقات البطاطا او البطاطس مع الاعشاب البحريه والسلمون، قطع من اللحم كروكيت، وبعدين عمل الاستاكوزا وكانت معاها المانجا. طبعا الصلصات حاجه من الحاجات المميزه هنا في المطعم، والصلصات ممكن تتاكل مع البطاطا او البطاطس المهروسه اللي بتتقدم كطبق جانبي. طبق جانبي كان للطبق الرئيسي اللي كان فيه عبارة عن ستيك واستاكوزا وجمبري ولحم ضاني وسمك نوعين، وكل دوت جه ومعاهم أكيد إذا كان لو حابين نوع من أنواع الخضار زي الاسبرجوس، أو إذا كان كريمة السبانخ أو بطاطس مقلية، دي حاجة من الحاجات. كل ده بيتقدم مع صلصات أكيد زي الماسترد والثوم المفروم ومعاهم شوية من الخبز. لكن لو خلصنا الاكل تملي بعد الحلو بيبقى فيه طبق من اختيارات الجبنه، وانواع الجبنه هنا مميزه ومختلفه مع شويه من الفاكهه الجافه والفاكهه الطازه. فدوت جزء من المنيو او قائمه الطعام اللي موجوده هنا في المطعم. فندق الرافلز لو انتوا جيتوا هتلاقوا فيه كيكه كبيره هي عباره عن ودين كيك، لان هم بيعملوا حفلات. جاز حلقتنا النهارده مش هتطرق للموضوع دوت او مش هنتكلم على حفلات، لكن بيعملوا حفلات واكيد حفلات فيها افراح وفيها حاجات تانيه كتيره. كيكه بتبقى حلوه، يبقى اذا الحلويات موجوده في كل حته. اذا كنا هناخدها
مع شاي العصاري او في اي مطعم من المطاعم. بيبقى مسؤول عنها شيف مسؤول عن كل انواع الحلويات في الفندق. فهيبقى معانا شيف رونالد، هو هيعرف نفسه ويبتدي يقول لنا على الحلويات اللي هيعملها لنا النهارده. شيف ويلكم، ثانك يو فور هافينج اس. ثانك يو فور ماتش. منشن ذات وي ار نوت جوينج تو دو ا ويدنج كيك، بات ذيس از ون اوف ذا ثينجز ذات بيستري شيف داز. اند سينس يو ار ذا اكزيكتيف بيستري شيف فور ذا هوتيل، يو دو اول بيستريز ان اول اوتليتس از ويل از ان اف يو هاف فانكشنز ويدنج اند سو اون. يس. And what we're going to have today? Today, I'm making a rose and lychee macaron. Okay. It's one of our signature desserts in Fire and Ice restaurant. Okay. It also appears frequently on our fashion afternoon tea. Okay. And yeah, it's a nice little bit Arabic influenced dessert. If we would want to tell our viewer the secret, what you do? It's a, it's a macaron, a rose, okay, a base, a pink colored macaron, filled with a lychee white chocolate ganache, okay, fresh raspberries, chopped lychees, and that's how I'm going to present it to you. بالنسبه للشيف، الشيف هيعمل نوع المكرون. النوع المكرون اللي عنده قال هيديله طعم ولون مميز. بيستعمل بياض بيض، بيحط بياض البيض هيخفقه ويضربه على سرعه عاليه، وهيستعمل نوعين سكر. سكر هيحط السكر مع بياض البيض، وهيستعمل كمان اللون هيكون لون الورد، وهيستعمل روح الورد، يعني هيبقى فيه مورد مع لون الورد، وفي الاخر بيضيف عليهم شويه دقيق اللوز. طبعا اللون الاحمر مع شويه الابيض اللي موجودين هو ده هيبقى لون البامبي او لون الوردي اللي الشيف عايز يوصل له. في نفس الوقت هيحاول يعمل في الناحيه الثانيه، هيجيب اللي هو الليتشي. الليتشي دي عباره عن فاكهه بياخد العصير بتاعها او الميه المحفوظه فيها مع كريمه، نفس الكميه ليتشي مع كريمه، بيحطهم على نار عشان تغلي. ده اللي هيعمل، هيسميه وايت جناش او الجناش بالشوكولاته البيضاء. يبقى عنده شوكولاته بيضاء والليتشي وشويه من التوت، بيحطهم على النار عبال ما يغلوا، يكسب وقت في نفس الوقت اثناء ما بياض البيض بينخفق عشان يبقى مرنج. بيعمل المرنج بيخفقها، ما بيبقاش مضروبه زياده عن اللزوم علشان محتاج شويه مسام يفضلوا فيها. بيحط اللوز المطحون، وبعدين بيحط سكر البودره اللي هو كوم نخله قبلها. If it's possible, if we can tilt it a little bit, we can see while you're doing it, that would be very helpful, if you can. You always turn the ball a little bit when you fold it, it's easier to fold. يبقى الشيف بيسيبها بره لغايه لما تنشف وتبقى فيها شيب زي عجينه من بره، تبقى ناشفه شويه، وبعدين بيدخلها الفرن على درجه حراره 140 لغايه لما تستوي كلها. بيخفقهم لغايه لما كله يتداخل مع بعضه وما يبقاش فيها اي قطع او قطع. الاساس هي دي هتبقى فكرة الجناش، وبيسيبها تبرد وبعد كده يستعملها للحشو. ده فكرة المارينج بعد ما بيسويه، اللي هو بيبقى الماكرون وهيحطه بالحشو في بالخليط اللي هو عمله. ده الشوكولاتة بعد ما بيسيبها في التلاجة تتماسك، بس هيخفقها شوية يطريها على أساس تبقى سهلة. يعني دي زي ما احنا شايفين بقت جامدة، دي ممكن نعمل منها أشكال تانية، وشوية من دي بيخفقها عشان يطريها ويبتدي يحشي بيها. Very colorful, very nice. زي ما احنا سامعين صوت المكرون نشف، ف
فدي هتبقى حاجه ظريفه من بره مقرمشه ومن جوه تبقى طريه. عم نحط الحاجه ومع اللون طبعا لونها بامبا هحط معاها اللي هو التوت اللون احمر فتبقى متناسقه مع بعضها يبقى قطعه مكرون ده تعتبر طبق حلويات في حد ذاته. واكيد طبعا لو فيها طعم الليتشي جوه مع الصلصه او مع العصير بتاعها ممكن شويه من الليتشي نفسها اللي مقطعها ممكن يحطها جوه الحشو تبقى برضو في حاجه طريه تانيه جواها. الشيف بيجيب الطبق على اساس ده يتقدم نوع من انواع الحلويات. لو احنا في مطعم بيقدموا فيه كاختيار من الحلويات وبيزينوا بشويه من الورد. برضو الراسبري او التوت شويه مخلوطين مع جلوكوز بحيث ان يزين بيها الطبق. وده طبق من انواع الحلويات اللي هو شيف رونالد اختاره لنا واحنا بنعمله دلوقتي. اكيد ده مش المطبخ اللي بيشتغل فيه ولا ده المطعم اللي احنا فيه، لكن ده جناح من ثلاث اجنحه موجودين، كل جناح فيه ثلاث غرف وكان جناح خاص في الاول لكن دلوقتي ممكن تأجر لوحده. فالدور وحده ممكن يتاخد كله كدور، موجود فيه قاعة سينما وكمان موجود صالون عشان لو حبيتوا تحلقوا. ونكمل مع شيفنا دلوقتي قال لنا هيعمل لنا حاجة ثانية من نفس الروح. So from the same thing you're gonna do something else. Yeah, I'm doing a rose and lychee truffle. Okay. I use the same rose lychee ganache. بيعمل كور اللي هي كور الجناش نفسها اللي هي الشوكولاته البيضاء مع ميه الليتشي اللي خلاها تغلي وحط عليها لون الورد وطعم الورد. Am I going to have something else with the rose too? Now we have gold leaves, of course. وهحط عليها كمان شوية من الدهن. ورق ده. آخر واحدة الشيف بيقطعها بيبان فيها الحشو من جوه. يبقى فيها السكر من بره بيبقى مقرمش. من جوه بتبقى طريه ومن جوه خالص بتبقى قطرة اللي هو الجيلي. يعني حاجه فعلا موجوده مش هتلاقوها في اي حته. You couldn't find that anywhere. Just to come here. Yes, of course. Ruffles. Ruffles. Thank you. احنا هنا في الدور الرابع عشر او ال 14، هو الفندق كله 17 يعني لسه فيه مطاعم فوق، لكن دوت اخر دور فيه اجنحه. في موجود مكان مخصص ممكن لو حابين نشرب شاي او نعمل شاي وتبقى موجوده حلويات، دي بتبقى جزء مخصص جوه الجناح، مش هنقول مطبخ بس حاجه بسيطه للتحضير السريع. والشيف مجهزها لنا بانواع مختلفه من الحلويات الشرقيه والغربيه وحاجات حاططها على اساس تبقى موجوده، واحنا غيرنا الجناح لانه يكون محل حلويات مخصوصه من الشيف رنا. عمل لنا حاجات زي الاحذيه الصغيره اللي هي معموله ومحشيه من الجناش، وبعدين عامل كمان كوبايات صغيره ممكن يكون فيها كاسترد، ممكن فيها كريم كراميل، ممكن يكون نفس التشيز كيك او انواع الحلويات توت او رقات مختلفه.
وكل ده في المكان اللي احنا فيه اللي حولناه موجود هنا ورانا السفره اللي موجوده اصلا في الجناح. وعملنا وابتدينا معاه الفقره واتكلمنا على كيكه الافراح اللي هي معموله نصها شوكولاته ونصها ابيض. ده دليل على انه ممكن يعمل حاجات مختلفه ومميزه، وكل حاجه بتبقى فيها تاتش وفيها لمسه مختلفه. So I said everything here it's very interesting, it's very different. And it has unique touch. Even here, the cake, it's half chocolate, half white. So that means that you can customize. Yeah, we do lots of weddings in our ballroom. And we have lots of customers who look for a special cake. And then we can cater to them. And we can do small wedding here in the suite if we wish, right? You can do in the suite, you can do in the ballroom. So what about lots if we do one today for us here? Okay, I'm doing a top layer of a small wedding cake. Okay. I will sandwich the cake, layer it with ganache, cover it in icing and decorate the wedding cake. يبقى هنا الشيف اختار لنا ان احنا هنعمل كيكه زي كيكه الافراح اللي هنعملها هنا. هيعملها وهيحشيها برده بنفس الفكره، هيحط جواها الجناش اللي هو اللي اتعمل منه الترافل واللي ابتدى بيه الحلقه وحشى بيه المكروني. يبقى هنعمل اللي هو المكرون وحشاه من نفس الجناش، ساب الجناش يطرى وحشاه اللي هو الجيلي بالتوت. وبعد كده قال ان هو دوت هيستعمل الكيكه، بيعمل كيكه سبونج، كيكه هوائيه، هيفتحها ويغطيها بالفندان. هنشوف الشيف عملها لنا ازاي وعملها لنا كيكه صغيره. الشيف بيساوي الكيكه بعد ما بيعملها وبيعمل احجام مختلفه على اساس انها تتحشي. بيحط شويه من الشربات اللي هو شربات الموارد على اساس تبقى هي ديت الفكره نفسها، كيكه فيها شويه من شربات الورد. وبعد كده بيحط فيها نفس الحشوه اللي هي الجناش بس بيطريها شويه قبل ما يستعملها، يعني بيتحكم في درجه الحراره. لما يسيبها تجمد يدورها وتبقى هي دي الترافل، بيسيبها طريه ممكن يحطها في اكياس ويزين بيها. الشيف بيتاكد ان كل الكيكه متغطيه بالتغطيه اللي هو التلبيسه اللي هو بيستعملها اللي هو عمل بيها الحشوه اللي هو الجناش الشوكولاته مع الليتشي ومع الورد، روح الورد ولون اللون الوردي اللي هو حط شويه صغيرين من اللون الاحمر اللي هو ممكن يتاكل زي ما عمل بالظبط في اول حاجه عملها لنا في المرينج. وبيسيب ديت في الثلاجه تبرد شويه على اساس انه هيغطيها. بيستعمل فوندان اللي هو عجينه السكر، تبقى كميه سكر كبيره مع جلوكوز، وهتبقى ديت اللي هي التغطيه اللي بيركبها فوق الكيكه. بيتأكد الشيف ان هو بيقطع على قد الكيكه عجينه السكر، وبعد كده بيبتدي يزقها بيه، بيضغط من فوق خالص عشان يطلع كل هواء، وبعدين بيضغط من تحت. بيتأكد ان هو بيضغط بحاجه طريه، يعني حتى بيستعمل جزء من العجينه نفسها يضغط بيه على اساس تلزق في الكيكه مباشره وما يبقاش فيه اي هواء ما بينها. بيتخلص من الزيادات وبعد كده هيحطها فوق الكيكه الثانيه على اساس يبقى عنده رقات. بعد كده الشيف بيجي يحط نفس الحشو اللي هو عمله، بيحطه في قلب كيس او بيعمل كريمه لباني بتحط عليها نفس اللون وبتبقى من نفس الروح الطريقه اللي هو عاملها اللي هو الحشوه نفسها. وبعدين الشيف عمل بعض الفراشات من نفس العجينه، بيسيبها تنشف بيعملها ويحطها على حاجه محموله على اساس يبقى شكلها مثلث، ويسيبها تنشف وبيبتدي يوزعها
على الكيكة نفسها. Do you have a bride and groom? Bride and groom on top. يبقى الشيف عمل لنا هنا من وحي الكيكة اللي هي كيكة الأفراح كيكة تانية وعملها مخصوص إن هو في الرفض، وزي ما شفتوا شيف رونالد عنده أكتر من نوع حلويات ممكن يتعمل، بس هو اختار النهاردة الورد ومية الورد. الحاجات اللي بتميز فندق الرفل، لو انتوا عايزين تاخدوا شاي العصاري، شاي العصاري بيتغير من موسم لموسم، كل موسم ليه توليفه والالوان والطعم والنكهه بتاعته. فلو احنا اتكلمنا على الموضه والفاشن، هتلاقي هنا في معموله بعض الاحذيه من الشوكولاته ومحشيه جناش، وده بيبقى جزء من الحلويات اللي بتتقدم. طبعا مش بتبقى هي دي بس الحلويات، لا بيبقى معاها ممكن كريم كراميل، ممكن يبقى فيه بطعم القهوة أو الإكسبريسو، البراونيز، وكمان بيبقى فيها اللمسة الشرقية كنافة، فممكن نقول إن فيها طابع شرقي غربي. وخدنا فكرة الشاي العصاري، وأكيد هيكون في السكون وفي الموالح، مش كله هتبقى حلويات، موالح وسندوتشات. كل ده بيتقدم بإيه؟ بيتقدم مع شاي. عندكم اختيارات من الشاي، شغل نفس الوقت. يبقى هنا أنا اخترت إيرل جراي كنوع من أنواع الشاي المفضلة، ولو حد حابب فيه برضو الشاي الأخضر يبقى دوت ممكن تاخدوه في أي وقت، تحلوه بالكريستال اللي هو بيعتبر سكر، بيسموه سكر البنات أو سكر الكريستال، وده حاجة بتيجي مع المربى ومع الكريمة اللي بتقدم مع السكوب. حلقتنا النهاردة كانت في وافي سيتي، اللي هي معمولة كأننا في مصر في أهرامات وفي مسلة، وكانت من فندق الرافلز. لكن احنا هنا في محمد بن راشد بوليفارد، أكنكم في فرنسا في الشانزليزيه، أو موجودين في بيفري هيل لو موجودين في هوليوود.